بدع قرد. علاش شنو داير؟ اسم ديالي حسن الغوازي، تاريخ الزيادة ديال 1969، محب للملوك، ملك بلادي إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها. اللي ما حب ملكه وشعبه زبرات بلاده موتو خير من حياته. وعلاش هاد السيد اللي غادي يمحيوا لي هاد التصويرة هادي؟ علاش؟ بأي صفة؟ شنو داير؟ كنحب ملكي، ما كنقول أعطيني، ما كنقول حتى شي واحد، وعمري ما نقول أعطيني. علاش غادي يمحيوها لي؟ هاد الشيء اللي بقى فيا الحال، علاش غيمحيو هاد الصورة هادي؟ لا، أنا كنقلب على الرسام وكنرسم، محب للملك. عام وهي منشورة ديك الصورة، ماشي عاد ترسمات، هادي عام من عام الأول. وجاب هو حتى العيد المولد النبوي وضرب عليها الرشاشة، جاتو ساهلة. أنا راه هذيك هي اللي مونساني، هي اللي عايش معاه، ما عايش مع شي واحد. كان عايش معاه بالليل، كان الظل ديال الملك، أنا مضلل به. ويجي واحد يمحي، راه لا يعقل. المقدم والقايد ملي جا هادي قال لي المقدم عبد الله، قال لي راه نحي ديك الصوره. قلت له باي صفه غاتمحي لي ديك الصوره؟ قال لي وراه التعليمات ديال القايد. قلت له واش كاين شي حاجه مبرر؟ قولوا لي انتم ما عالموني. ما جا يقول القايد، ما جا ومخازنيه ما جاو، غا جا المقدم قال تش ومشى. جاتو سهله، وانا راه جاتني صعيبه هذيك ديال تش. كتقدرش بثمن هذيك الصوره اللي هو ضرب عليها الشاشه، ما كتقدرش بثمن. جابتها العيد المولد النبوي. محب للملك، الرباط، مدينه الانوار، وسلام مدينه النور. بانت المغرب، بان. واش افارقه كيحبوا الملك وحنا ما نحبوش لولاد بلادو؟ راه لا يعقل. انا رسمته محب ديالو، ما كنقول له اعطيني، ما كنقول له راه ليا. علاش حقره؟ حقروني، محقور بصحتي ومحقور بحياتي، وزاد هذا المقدم ولقيت حقر. علاش شنو داير؟